السلام عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده ويوم جديد ومزرعتك في بيتك. وعندنا النهارده وزن يا جماعه في عمر 29 يوم مش هصدقوا. ولكن قبل ما نبدا الحلقه النهارده نزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما تنسوش كمان تكتبوها بايديك وخلوها شاهد لينا يوم القيامه. النهارده اليوم 29 في عمر دوره التسمين بتاعتنا في عز الصيف يا جماعه، وما شاء الله عندنا الاوزان اللي انتم شايفينها دي، لما نوزن دلوقتي هتتخضوا من الوزن اللي انتوا هتشوفوه على الطبيعة على الميزان. طيب الحلقة النهاردة هتبقى بسيطة وسريعة جدا، ولكن انا النهاردة عاملة الحلقة علشان بس اوزن لكم النهاردة في عمر 29 يوم، لان اخواتنا طلبوا مني الوزن، وكمان اوزن ليكم اللي هو الجميزة والفيومي اللي حضراتكم شايفينه ده. ما شاء الله عمر يا جماعة، اخواتنا اللي سألونا عمر اللي هو الفيومي والجميزة نفس عمر الابيض يا جماعة. لو متابعين معانا هتبقوا عارفين ان احنا كنا مستقبلينهم في نفس اليوم ومكملين معاهم الدورة لنهاية الدورة يا جماعة. اخواتنا اللي بيقولوا احنا عندنا البلدي مش بيدي المنظر ده ولا الشكل ده يا جماعة، البلدي زيه زي الابيض بالظبط، محتاج اهتمام ورعاية علشان تاخدوا الاوزان اللي انتوا بتشوفوها معانا دي. بصوا ده الجميزة اهو، ما شاء الله حاجة يا جماعة مفيش فيها غلطة. طيب النهاردة اليوم 29، احنا الوقت حاليا بعد اذان المغرب يا جماعة، بس علشان تبقوا عارفين طبعا كنا عاملين تجويع، قلنا قبل كده مهم جدا في الصيف ان احنا نعمل تجويع يا جماعة علشان تشوفوا المنظر ده، مهم جدا التجويع. طيب ليه التجويع يا سمر؟ التجويع يا جماعه علشان ما تلاقوش عندكم احتباس حراري، تيجوا لحد الوقت كده لو انتوا حاطين العلف طول النهار هتيجوا بالليل زي الوقت كده وهتلاقوا عندكم نسبه نافق عاليه جدا، وهتلاقوا اكبر فرخه عندكم في المكان هتلاقوها نافقه لا قدر الله. ولكن لو اتبعتوا الحاجات اللي احنا بنقول عليها اللي هي البسيطه دي يا جماعه، صدقوني هتعدي معاكم التسمين بامان حتى في شهر 7 في عز الحر يا جماعه. طبعا النهارده كانت الحراره تقريبا 41، كانت عاليه جدا، ما ينفعش ابدا ان انتوا تحطوا العلف وقت الحر يا جماعه. قلنا كمان ما ينفعش ابدا ان انتوا ترفعوا الميه من قدام الفراخ بتاعتكم ولا بالليل ولا بالنهار. عاملين تجويع مش بنرفع الميه، مش عاملين تجويع مش بنرفع الميه يا جماعه. طيب دلوقتي انا حاطه في الميه دي مضاد سموم يا جماعه، اخواتنا اللي سالونا عن نوع مضاد السموم اللي احنا حاطينه، احنا بنستخدم اللي هو الانتيدوت يا جماعه، فيه انواع كتير جدا ولكن هو ده اللي احنا بنستخدمه. خلاص كده؟ طيب مهم جدا تاخدوا بالكم في الايام اللي جايه او الاسبوع الحالي ده هيبقى فيه درجات الحراره عاليه جدا، مهم قوي لو لقيتوا المكان عندكم اللي هو فيه حراره عاليه لازم تحطوا ميه ساقعه قدام الفراخ بتاعتكم، علشان طبعا قلنا ان الفراخ يا جماعه ما عندهاش غدد تفرز العرق علشان تبرد من حراره اجسام الفراخ بتاعتكم. فالحل الوحيد اللي حضراتكم تعملوه تهووا المكان كويس جدا، اهتموا جدا بالتهويه علشان ما يحصلش عندكم مشاكل في الاعمار الكبيره يا جماعه، وانا هنا بتكلم تحديدا على الاعمار الكبيره. طيب هنيجي وقت الظهر نحط شويه ليمون في الميه، هنحط عليهم مثلا قرصين اسبرين ولا حاجه. بصوا الفراخ عامله ازاي يا جماعه، بصوا رغم ان احنا بقينا بالليل ومع ذلك برضو تلاقوهم فاتحين جناحاتهم بالمنظر ده ومش قادرين يمشوا. طبعا الفراخ عندنا اصلا وزنها سابع عمرها يا جماعه، ودلوقتي هنوزنها على الطبيعه. خلاص كده؟ طيب يبقى هتيجوا وقت الحر لازم تحطوا اسبرين وليمون في الميه، ممكن كمان تحطوا شويه خل بس ما تكتروش الخل برده وقت الحر يا جماعه. خلاص كده؟ ولكن مهم جدا ان انتوا تحطوا شويه ميه يكونوا باردين، يعني نص كميه الميه اللي انتوا هتستخدموها مثلا تكون من الحنفيه والنص الثاني يكون ميه من الثلاجه يا جماعه، علشان تقللوا من درجات الحراره بتاعه الفراخ بتاعتكم. بصوا لو ملاحظين معانا هنا كده هتلاقوا الفراخ برده فاتحه بقها رغم ان احنا بقينا بالليل اهو. بصوا انا لسه فاتحه الشباك اهو يا جماعه، هقفله دلوقتي ولكن مش بنقفله تماما، بنقفل جزء منه من تحت والجزء الثاني بيفضل مفتوح، وكمان بنسيب باب الاوضه مفتوح يا جماعه. اخواتنا اللي مش متابعين معانا دي اوضه في الرابع يا جماعه، ولا فيها اي تهويه غير من الباب والشباك، يعني مفيش فيها اي امكانيات تماما، وهو ده الهدف من قناتنا اصلا ان انتوا تشتغلوا حتى بدون امكانيات. خلاص كده العلف نزل يا جماعه، خلي بالكم النهارده لاخواتنا اللي سالونا النهارده لسه جاي لي سؤال حالا على سعر العلف. الكيلو النهارده يا جماعه بيبدا في المحلات من 21 ل 22 اقصى حاجه، فيه ممكن كمان تلاقوا علف النهارده ب 21 جنيه قطاعي، ولكن انا هنا بتكلم على السوبر هتلاقوه من 21 لحد ال 22 يا جماعه. اخواتنا اللي سالونا على ثمن العبوه اللي هي النور والبركه اللي احنا شغالين بيها، لسه جاي لي سؤال حالا دلوقتي برده. النور والبركه يا جماعه النهارده
555 جنيه للعبوة اللي هي 25 كيلو والصغر. يا جماعة شايفين ما شاء الله الأوزان حاجة ما فيش فيها غلطة. مهم جدا المكان يكون عندكم واسع يا جماعة. النهاردة مش هنحط أي حاجة على العلف، العلف صافي أهو مش في أي حاجة. امبارح كنت منزلة لكم خلطة جبارة بدائل العلف يا جماعة بتدي الأوزان اللي انتم شايفينها دي، ولكن أنا الحقيقة ما عنديش وقت النهاردة أعمل بدائل العلف، ان انا لسه جايه من بره وبصراحه يعني هلكانه مش قادره ولا اعمل بدائل العلف ولا قادره اعمل حاجه. كل الحكايه ان انا حطيت بس ليهم العلف وحطيت مضاد سيمون في الميه وعلى كده شكرا. النهارده مش هعمل لهم اي حاجه لان انا الصبح كنت عامله لهم خلطه على العلف وجبه الفطار. خلاص كده. طيب تعالوا بينا بقى كده نبدا ناخد الوزن ده على الطبيعه يا جماعه. تاني هقول لكم خلي بالكم من التهويه ثم التهويه علشان تشوفوا الاوزان دي. الاسبوع ده كله هيبقى حر يا جماعه، اللي عنده اوزان كبيره يخلي باله، ممنوع منعا نهائيا ان انتوا تحطوا علف طول النهار يا جماعه، من الساعه 10 الصبح لحد دلوقتي كده، لحد دلوقتي بعد اذان المغرب اهو زي ما انتوا شايفين لسه حالا حاطين العلف. خلاص كده. يلا بينا بقى نشوف الوزن على الطبيعه. ولو لسه مكملين معانا يا جماعه خليكم فعالين في الخير، اللايك اللي حضراتكم بتعملوه مش هيكلفكم اي حاجه صدقوني والله العظيم. انا ببقى مش قادره اصور ليكم ولا قادره اعمل حاجه، ولكن ما بقدرش اتاخر عليكم، تعليقاتكم كلها بجاوب عليها، بصور لكم يوم بيوم. مش بحب ان انا اعدي يوم يا جماعه علشان اخواتنا اللي ماشيين معانا يعرفوا الاوزان عندهم ازاي، يعرفوا يشتغلوا ازاي. انا مش ببخل عليكم بحاجه، انتوا كمان ساعدونا ان القناه تنتشر يا جماعه. القناه الريتش بتاعها واقع اليومين دول تماما، ليه معرفش، علشان انا بلاقي مشاهدات كتير جدا ولكن مش بلاقي لايكات يا جماعه على الفيديو. ليه انا معرفش. لو المحتوى مش عاجبكم قولوا لي وانا بطل المحتوى اصلا، لان الحقيقه اصلا ما عنديش وقت. طيب تعالوا بينا النهارده بقى ناخد الوزن ده على الطبيعه، ولاحظوا معايا هناك كده بصوا لقينا المغرب يا جماعه والفراخ لسه برده فردك نحتها بالمنظر ده. اهتموا بالتهويه ثم التهويه ثم التهويه ونظافه المكان، هتعدي معاكم بسلام باذن الله. يلا بينا ناخد بقى الوزن على الطبيعه. الميزان صفر اهو يا جماعه، تعالوا كده ناخد اي حاجه جنبنا على طول اهو. ما شاء الله 2 كيلو 380 جرام يا جماعه في عمر 29 يوم. بصوا معايا من قريب الفراخ عمرها النهارده 29 يوم لسه ما كسرتش ريش بالمنظر ده، وده الوزن اهو في دوره في عز الحر يا جماعه في شهر 7 زي ما انتم شايفين. الاوزان بدايل العلف ما فيش فيها غلطه، مهم جدا ان انتم تشتغلوا الكتكوت صح علشان تشوفوا الاوزان دي. هنشيل ده وناخد واحد كمان برده اهو ما شاء الله اللهم بارك 2 كيلو 400 وحاجه اهو ما شاء الله 2 كيلو 460 جرام او 2 كيلو 450 جرام يا جماعه اهو زي ما انتم شايفين. الميزان يا جماعه قدامكم والعمر قدامكم والكتاكيت قدامكم اهي، الفراخ قدامكم اهي ما شاء الله ما فيش فيها غلطه. هنشيل ده وناخد واحد كمان برده حاول بس نثبته. 2 كيلو 640 جرام يا جماعه في عمر ال 29 يوم، اقسم بالله الوزن عندنا وهم. تعالوا كده من قريب شوفوا الفراخ عامله ازاي. دي الفراخ اللي هي الايفيان المعدل يا جماعه. الكتكوت ده اصلا احنا بنسلمه وبنسكن به المزارع زي ما انتم شايفين كده، بيحقق الاوزان دي في عمر ال 29 يوم في عز الحر بدون اي امكانيات يا جماعه. المكان اهو قدامكم ما فيش فيه اي امكانيات تماما، ولكن في الوزن ده. يبقى مهم جدا يا جماعه في دورات التسمين بتاعتكم لو عاوزين تشتغلوا تسمين صح اهتموا بجوده الكتكوت اللي انتم بتشتغلوا بيه. مش مهم يا جماعه سعر الكتكوت، ولكن مهم جدا جوده الكتكوت ومصدر الكتكوت ونوع الكتكوت اللي حضرتك تشتغل بيه في الصيف يا جماعه. ده الايفيان المعدل اهو ما فيش فيه ريش، هو اصلا طبيعته كده مش بيكس ريش غير في نهايه الدوره، ولكن التحويل بتاعه ما شاء الله الوزن اهو حاجه يا جماعه مفيش فيها غلطه. تعالوا بقى كده نوزن اللي هو الجميزه ونوزن كمان معاه اللي هو الفيومي. يلا بينا اهو ما شاء الله كيلو 505 جرام يا جماعه. طبعا انا عامله جناحتها كده علشان بس اعرف اثبتها. كيلو 505 جرام في عمر 29 يوم يا جماعه، دي اللي هي الجميزه البيوت. خلاص كده اهو حاجه يا جماعه مفيش فيها غلطه. تعالوا ناخد واحده كمان برده اهو كيلو 500 وحاجه يا جماعه في عمر ال 29 يوم.
الجميزه دي يا جماعه نفس عمر الابيض. دي كانت حلقتنا النهارده، اهتموا ان انتوا تشتغلوا بشكل صحيح علشان تشوفوا الاوزان دي عندكم في نهايه كل دوره. قلبي شكرا ليكم، شكرا على تعليقاتكم الجميله، شكرا جدا بوجودكم في حياتي، تحياتي ليكم. لو شايفين المحتوى مفيد شيروه علشان الغير يستفيد، ولو لسه مش مشتركين معانا بجد هيفوتكم كتير. اشتغلوا ما توقفوش شغل، الجو حر الجو مش حر اشتغلوا يا جماعه، ولكن اشتغلوا بشكل صحيح. السوق رافع، السوق نازل، الكتكوت رخيص، الكتكوت غالي، اشتغلوا يا جماعه، ما علينا غير السعي والتوفيق والفضل من ربنا. دي كانت حلقتنا النهارده، بجد من قلبي بتمنى لكم جميعا التوفيق. استنونا في حلقه جديده، اشوفكم تاني بألف صحه وخير.